صلوا على رسول الله. عايزين نتكلم عن رائحة الفم الكريهة. موضوع رائحة الفم الكريهة موضوع متعدد الأسباب، أسباب عديدة جدا، ولازم حضرتك تعرفها، ولازم حضرتك تتوجه لطبيب متخصص عشان يفحصك. أولا الأسنان، لازم حضرتك تتوجه لطبيب أسنان تشوف أسنان فيها تسوس، فيها جيوب، ما بتنظفهاش كويس، ما بين الأسنان فيه بقايا أكل، ادي السنان. اللسان ممكن يكون عليه فطريات، الزور ممكن يكون عليه بكتيريا. المعده بقى، ودي اهم حاجه وهي بيت الداء، لازم تحلل تحليل براز كامل. تحليل البراز الكامل ده ممكن يكون فيه اميبا تتعالج، ممكن يكون فيه ديدان تتعالج، ممكن يكون فيه عسر هضم تاخد مهضم، تمام، ممكن يكون فيه ميكروب حلزوني. كل ده لازم يتعرف. ممكن يكون في بكتيريا وانتانات داخل المعدة والأمعاء، لازم تحللهم. لازم تاخد مسحة من الزور، لازم تعمل مزرعة لو في بكتيريا في الزور عاملة الرائحة الكريهة دي. لازم تاخد عينة من البراز تعمل لها مزرعة عشان تعرف ايه اللي موجود بيسبب الرائحة الكريهة دي. لما نعرف السبب والموضوع يتشخص نعالج على طول. سلام عليكم.